خلنا ننطلق من هاي القضية، كل احنا نتعاون، العدة حاجة، العدة وداعتكم، اسولف لكم هاي الأخيرة والحمد لله والشكر ما كان اكو بث مباشر. الحمد لله والشكر ما كان بث مباشر. المكان بعد بقد هذا فرد كم مرة؟ 4 مرات 5 أوسع من عنده، كلش كبير المكان. ومنبر محطوط بالزاوية على مكانين هيك. ودخلت امرأة كبيرة بالسن حاطة غطاء على وجهها وشايلة حضن. حضن شايلة، شنو الحضن؟ ما حد يدري. وجت تخطت الرقاب عبرة الرجال. ياهل تعبرة من الرجال يباوع لها مبوشة يستحي من عندها ويدنك. لما نجت تريد تصعد المنبر يا جماعة. تصعد المنبر تريد. يابا شنو هاي؟ قالت لهم انا عندي نذر. انا عندي نذر ولا حطه بيد السيد. وكم نذر ايش هذا؟ نذر اكشر هذا. قلت له عمي شنو هالنذر؟ وشوف لك واحد من الشباب قام الله يوفقه عنده عافيه قالها ما الصعدين وتتصارع لك ويا الزلمه. وهناك وطلع صوت جوا العبايه جايبه دجاجه. لك هاي شنو؟ لك هاي شلون موقف هذا؟ وروح امك وابوك. الدجاجة هم صاحت اختنقت بعد من العركة. صاحت الدجاجة شنها جايبة دجاجة نذر وإلا تطيها للسيد. هاي شلون المشكلة هاي؟ زين نحمد الله ونشكره. هاي لو بالبث المباشر شا صار بينا؟ شا سووها علينا فلان كارتون؟ اي والله شا صار بينا. تعال صور لها شو يصير بينا. شا يوميا طلعينها بتوم وجيري وجماعتها ودعتك بسبيستون يوميا يطلعونها صح لو لا؟ بس هي طبت منك. زين الحرس وين؟ الخدم وين؟ ابو المجلس وين؟ هاي انا انقل لك اياها والصوره قدامي. واحنا كنا نقرا مجلس ها كنت بادي بالنعي اقرا بالنعي كنت وبالبدايه والناس تبكي والناس من شده بالنعي وهاي طبت منك ومن حالات روحها وعلى عقليتها وهذا فكرها انه الا توصل للمنبر يلا ينفك نذرها. هاي شلون مصيبه هاي؟ عمي لا احد ينذر بعد هيك نذور. هاي مشكله. فاذا احنا مرات شنقول؟ نقول زين هاي الامور تصير لان تحت السيطره.